اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم كابتن سمير عثمان. هنتكلم عن طاقم التحكيم لمباراه غدا في مباراه النادي الاهلي في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا امام فيتا كلوب. كابتن سمير ازي حضرتك؟ مشرف ومنور النهارده. جاي رايق بالليل ومفيش حلقات بقى وجمعه والجمعه والدنيا جميله ونايم ومريح وكل حاجه. كابتن سمير بكره ان شاء الله في طاقم تحكيم. حضرتك واحنا بنتكلم قبل الهوا بتقول لي ان هو طاقم تحكيم دولي وكبير وبيلعب او هيلعب في كاس العالم القادم. بالظبط. ده طاقم تحكيم متكون من فيكتور جوميز ده الحكم جنوب افريقيا. نعم. ومعه مساعد حكم اولاني من جنوب افريقيا برضو زكيلي سوالا، ومع المساعد الحكم الثاني من دولة ناميبيا اسمه كانيجيا ماتيوس. يعني ده طقم مرشح بقوة لكاس عالم 2022 ومتجاوز بإذن الله برضو في كاس أفريقيا المقامة في مصر إن شاء الله. الطقم ده لعبوا مع بعض الفترة الطويلة، معظم مباريات أفريقيا لعبوها مع بعض. نعم. كان مباراة شهيرة لعبها هنا في مصر في تصفيات كاس عالم في روسيا، ماتش مصر أوغندا، لعب المباراة اللي احنا كسبنا فيها 1-0، والناس طبعا اول ما تشوفه ان شاء الله بكره هيفتكروه. التحكيم في افريقيا بقى تطور لو في صوره ولا حاجه يا سمير بعد اذنك تنزلها سمير عكاش. التحكيم تطور دلوقتي في افريقيا، يعني المفروض خلاص احنا المفروض ما نخافش من حكام الافارقه، المقوله بتاعت زمان خاصه لما بنلعب بره. يعني اقول لك ليه؟ مش قوي بس أنا يعني بس على مستوى افضل بصراحه. الواحد ما يقدرش ينكر، لكن عارف يا كابتن اسلام انا معاك، بس الدنيا اختلفت الى حد كبير. ليه؟ خاصه مع الفرق الكبيره، الانديه بتاعت انديه مصر تعتبر كلها انديه كبيره ما بتلعب في افريقيا، والماتشات خلاص بقت متشافه. الاتحاد الافريقي دلوقتي بيراقبها كويس جدا. الماتش ده هو مهم جدا لطقم الحكام فيكتور جوميز لسببين. اول سبب، القائمه النهائيه بتاعت افريقيا خلاص، اللي هم خلاص بيعملوا شورت ليست ليها. ثانيا طبعا ده من ضمن الحكام اللي راحوا عملوا اختبارات عشان كاس العالم القادم ان شاء الله في 2022، فكل مباراه بالطقم ده محسوب عليه كويس جدا. بس بالارقام غريبه شويه يعني فيكتور. قبل بس ما تتكلم عن الارقام خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم. أوكي. ونرجع نكمل بقى ارقامنا مع طاقم التحكيم من جنوب افريقيا، حكم فيكتور جوميز وزخيلي سيولا من جنوب افريقيا ايضا، وماتيس كانينجا من ناميبيا. نطلع نشوف هذا التقرير عن طاقم التحكيم لمباراه غدا النادي الاهلي ضد فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات. أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة فيتا كلوب الكونغولي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم بقيادة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه كل من زخيلي كويكيس ويلا مساعد أول وماتيوس كانينجا مساعد ثان. فيكتور جوميز من مواليد 15 من ديسمبر عام 1982 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. بدأ مشواره في عالم التحكيم في 2009، حصل على الشارة الدولية 2011. كان الظهور الأول للحكم الجنوب إفريقي مع المنتخبات والأندية المصرية في مباراة الإسماعيلي أمام مضيفي بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية موسم 2014، التي انتهى بفوز الفريق الأنجولي بهدف من دون رد. عاد للظهور مجددا في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2017، ودار مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في دور المجموعات، وانتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة. وفي الدور ذاته أدار لقاء اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك، وانتهى بفوز بطل الجزائر بثنائية نظيفة. كما أدار لقاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نصف نهائي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 6-2. وفي الموسم ذاته أدار مباراة منتخب مصر تحت 20 سنة أمام نظيره المالي في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين. في موسم 2018 أدار مباراة منتخب مصر أمام أوغندا في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف من دون رد. في الموسم ذاته أدار مباراتين للأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام كامبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات،
وانتهى بفوز الفريق الأوغندي بثنائية نظيفة. كما أدار مباراة الأهلي أمام مضيفي وثاق سطيف الجزائري والتي انتهت لمصلحة الفريق الجزائري بنتيجة 2-2، ليتأهل المارد الأحمر إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بمجموع المباراتين. اهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن سمير. برضو خلينا نتكلم بقى عن طاقم التحكيم بشكل مفصل. حضرتك ايه اللي شايفه يثير علامات الاستغراب في ارقام فيكتور جوميز؟ هو بالارقام، هو مواليد 82، عنده حوالي 37 سنه، تمام. هو دخل التحكيم في 2009، يعني هو دخل التحكيم كبير وهو عنده 27 سنه. طبعا 27 سنه، احنا هنا في مصر دلوقتي التحكيم ممكن تخش وانت عندك 17 سنه، يعني في فرق 10 سنين ودول كتيره بما فيهم في افريقيا. هو دخل 27 سنه في سنه 2009، بعد سنتين بس بقى حكم دولي، وده شيء صعب قوي. ليه انا بقول صعب قوي؟ انت فين الخبرات اللي بتؤهلك خلال سنتين تبقى حكم دولي؟ مسؤول هو شور طبعا، كان في يعني في دفعه ليه كويسه لو هو كان يستاهلها ثقته يعني. بس برضه انت عارف يا كابتن اسلام، انت في سنتين، يعني انت دخلت تحكيم 2009 تبقى حكم دولي 2011 صعبه. يعني انت لعبت امتى؟ لعبت في الدرجه الثالثه امتى هناك في جنوب افريقيا، او في الثانيه او في الاولى؟ ومع ذلك هو بدايته ما كانتش قويه، يعني ما كانتش قويه، وفي البدايه كانت مثيره للجدل، بس مع مرور الوقت لا، ابتدى الاتحاد الافريقي يعتمد عليه، بقى في ايليت بي، وبعد كده بقى في ايليت اي، ودلوقتي بقى من الحكام في ايليت اي بالنسبه لافريقيا، وتعتمد عليها. مستوى الفني تطور جدا جدا جدا، والدليل على كده انه لعب في امم افريقيا 2015. ده عنده 37 سنه؟ دلوقتي 37 سنه. ده شكله عنده 17. لا، عشان بس يعني صغير. وبعد كده من ضمن الحاجات برضو اللي يعني تخليه يعمل مباراه كويسه، من المرشحين كاس العالم. فاي حكم مرشح من دلوقتي، يقول لك من دلوقتي؟ لانه بيعملوا شورت ليست الاول، بيشوفوا الاسامي اللي قدروا يكملوا معاهم، بيعملوا اختبارات. وكل الحكام دلوقتي برضو يا كابتن اسلام اللي بيلعبوا المباراه دي بيبقى معاهم جهاز بتاع الفتنس اللي بيقيس السعرات، بيبقى مطلوب منهم قبل المباراه يعني اقل حاجه تجري في الملعب حوالي 10 كيلو ونص. 10 كيلو ده بيطلب منهم، عشان بتبقى متقسمه كمان. ده اللعيبه بيجيش 10 كيلو ونص؟ هو الحكم بيجري اكتر والله. يعني احنا عندنا مثلا كان امين عمر كان في بطوله الشباب اللي فاتت، في قبل النهائي جري 11 كيلو ونص بما فيهم التسخين ومتقسمه، انت في جري بيبقى تروت وفي سبرنتات، فكل ده الجهاز بيتفضى بعد المباراه ما تخلص. ده بيبقى ساعه، الاول كان بويلر بيبقى حوالين جسم الحكم او اللاعب، دلوقتي بالساعه بقى وبيتفضى بيشوف انت جريت قد ايه. نرجع سريعا لفيكتور جوميز. هو لعب بالنسبه في 2017 كان وشه حلو على النادي الاهلي، لعب مباراتين للنادي الاهلي كسبهم، الاوتنم كاميروني في الكاميرون والاهلي كسب، وبعد كده النجم الساحلي الاهلي كسب برضه 6-2. في 2018 وشه ما كانش كويس على الاهلي، بس كان كويس على منتخب مصر. فالسنه دي اي 2019 نتمنى ان شاء الله يبقى وشه كويس. اول مره يحكم النادي الاهلي في 2019. اول مره يحكم النادي الاهلي في 2019. في 2017 لعب له ماتشين كسبهم، واحد بره قطن الكاميروني، واحد هنا في النجم الساحلي 6-2 للنادي الاهلي. ف 2018 الماتشين اللي لعبهم ما كانش فيه حظ وافر للنادي الاهلي. اتمنى له بكره يعمل مباراه كويسه والطاقم معاه، وانا متاكد باذن الله لازم يعمل مباراه كويسه. اهم ما يميز هذا الحكم يا كابتن، هادي جدا، هادي جدا، وبيلعب كمان بحته البادي لانجوج. انت عارف ازاي؟ انا مش بيستخدم الكروت كتير، لا، هو عنده طريقه اقناع كبيره للعيبه، وثانيا برضو اللي هيفيده برضو اللعيبه بقت عارفاه. يعني انت عارف يا كابتن اسلام، اما حكم يحكم لك وانت عارفه ومشهور، غير ما يبقى حكم تاني. اللعيبه بيعملوا له اختبارات، بعض اللعيبه بيعملوا اختبارات للحكم، بيشوف شخصيته عامله ازاي. انما واحد زي ده اللعيبه هتبقى عارفاه، اعتقد باذن الله هينجح في المباراه بتاعت بكره ان شاء الله. نوعيه الارض هتفرق في الملعب؟ هتفرق في تحكيمه هو نفسه؟ ارضيه الملعب زي ما اتفقنا، لو الملعب صغيره بتبقى، لا، ارضيه الملعب ترتان وطبيعي، هتبقى كويسه بالنسبه له. هتبقى كويسه بالنسبه له. ليه بقى؟ هنا اول حاجه الحكم برضو كابتن اسلام برضو زي اللعيب، وهو بيجري بيخاف بعض الكور ممكن تزحلق،
الحكم ما بيتزحلق وبيقع بيتاثر فيه شويه، انما ده الملعب كويس يقدر يجري يفتح سبرنتات يعمل تحركات كويسه في الملعب. ملعب برضو بتاع بكره ملعب واسع برضو، يعني ربنا يوفقه ويشوف الصح بكره ان شاء الله. واهم حاجه برضو ما يتاثرش بالجمهور، وانا متاكد عشان برضو الرقابه بتاعه الاتحاد الافريقي هيعمل ماتش كويس بكره باذن الله. والاتحاد الافريقي بيبقى عنده مراقبين؟ اه طبعا الاتحاد الافريقي بيبقى عنده 2 مراقبين في المباريات زي دي، مراقب للمباراه ومراقب للحكام ومقيم للحكام كمان، يعني بيبقوا رايحين 3. مراقب المباراه ده ملوش ملوش دعوه بالناحيه الفنيه للحكم، اللي يقيم الحكم هو مراقب الحكام اللي بيبقى موجود. ودول بيبقوا موجودين في الاجتماع الفني قبل المباراه، مراقب المباراه هو بيدير الجلسه، بيبقى معاه مراقب الحكام والمقيم ومعاه حكم المباراه اللي هي الاجتماع الفني المعروف اللي بيبتدي قبل المباريات يا بيوم يا في صباحيه المباراه. تمام. 2 الحكام المساعدين سواء زخيلي او ماتيس، حضرتك بتقولي دول طاقم بيتحرك مع بعضه في كل حته. بالظبط بالظبط. طب ده يفرق طبعا. اعتقد الانسجام اقوى. برافو عليك. الانسجام مهم جدا. حتى ما نيجي نبص هتلاقي في ماتيوس من ناميبيا من بلد تانية، فغالبا بقى ما فيش مساعد حكم تاني على مستوى عالي في جنوب افريقيا، ف بيحطوا له واحد تاني. والدليل على كده السنه اللي فاتت في كاس العالم جهاد جريشه، كان جهاد جريشه من مصر ومعاه رضوان عشيق من المغرب ومعاه وليد من دوله السودان، 3 لعبوا كل البطولات مع بعض لغايه ما وصلوا لكاس العالم. الطقم ده برضو مكون انسجام. الطقم ده يا كابتن اسلام مش بيتفرض عليهم، لا بيقعدوا مع الحكم انت عاوز مين، يقول لك انا عاوز اسلام وسمير والله، ويمشوا كل المباريات مع بعض. بما فيهم الاختبارات، لان قدر الله لو اي واحد فيهم لم يوفق في كوره في مباراه واثرت في النتيجه او اختبار لياقه بدنيه بيبقى الثلاثه كله بيركن. لا كله بيركن. حضرتك لو تفتكر كان في حكم في الجزائر اسمه محمد بن نوزه، طبعا ده لعب لك اكيد طبعًا مع جمال حيمودي. طبعا كان ماشي كويس جدا جدا، راح جه في احدى البطولات رايحينها في كاس العالم للناشئين، واحد مساعد الحكم كان اسمه محمد بن رخيصه ده لم يوفق، طب كله استبعد بما فيهم الحكم. هي بتبقى قاسيه، بس الايجابيه بتاعتها انهم لازم يهتموا بالتمرين مع بعض مع بعض. لو واحد وقع كله بيطلع بره، فتلاقي في تركيز، والتركيز ده بيخليك في الملعب في انسجام عالي جدا. تمام. تقنيه الفي ار مش مستخدمه في البطولات الافريقيه، ولكن احنا شفنا مثلا، وده مهم جدا برضو عشان الناس تعرف، تقنيه الفار مثلا في مباراه اياكس وريال مدريد. بالظبط. في الكره اللي طلعت اوت. في الكره اللي طلعت اوت دي لسه اعتقد مطلعين توضيح من النهارده. احنا اتفقنا الفي ار بيستخدم في 4 حاجات، هدف او الهدف، ركله جزاء او لا ركله جزاء، الطرد المباشر، الطرد الخطا. انما الكره دي رمي التماس ما فيهاش في ار، بس ليه دخلوا فيها الفي ار الكره دي بقى؟ عشان الكره دي نتج عنها هدف فراحت تحت بند ايه؟ البروتوكول بتاع الفي ار. انما لو كان رمي التماس عاديه واللعب ولا حد هيتكلم، حتى الركله هو ما كانش حد هيتكلم عليها، ما كانش دخل الجون. انما برافو عليك. اول ما دخلت جول رجعوا للبروتوكول. البروتوكول بيقول ايه؟ هدف او الهدف، فرجعوا لاصل الكره قالوا لا خلاص دي هتبقى بره، يبقى خلاص يتلغي طبعا الهدف. فطبعا ده اتلغى الهدف؟ دي المشكله بتاعتها يا كابتن اسلام انها خدت وقت طويل، فتعرف لما بتاخد وقت طويل بتضيع كتير من متعه المباراه. بس هو الهدف اتحسب. اتحسب بقى. بس انا بقول لك هو وقف وراح لها، كان ممكن يلغي هدف لو اتاكد ان الكره كانت طلعت بره. انما الحكم راح عشان يبص عليها وخدت وقت. بس هو اتعمل توضيح، الاتحاد الاوروبي عمل توضيح النهارده، قال لك ان الصور بتقول ان الكره لم توضح بنسبه 100%، مفيش دليل قاطع ان هي طلعت بره. بالظبط، عشان كده خدوا القرار اللي كانوا ماشيين عليه باستمرار اللعب. طيب احنا معانا برضو لقاء مع واحد من نجوم التحكيم في مصر و النجم الكبير الكابتن جمال الغندور. نطلع نشوف الكابتن جمال الغندور هيقول لنا ايه عن تقنيه الفي ار، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. طبعا عمري ما هغيره، ومن ساعه ما بدا الفار قلت انه اذا طبقنا الفار يجب ان يتدخل في اي خطا يشوفه، ويجب ان يكون قراره ملزم للحكم، عشان الفار ما يتدخلش الا اذا كان في فعلا خطا، وساعتها يصحح للحكم.
وساعتها ما نرجعش تاني للحكم عشان يشوف ويبقى الراجل جاي وهو بيدافع عن وجهة نظره، بيدافع عن قراره، متأثر بأنه أنا ولا أنت. لا مفيش أنا ولا أنت، حضرتك جوه قدام الشاشة الكبيرة دي عندك كل الأجهزة دي، ده استوديو تحليل، عندك ال 3 دي دايمنشن، وعندك البيرو، عندك الليبرو، عندك الفيرتشو، كل الأجهزة دي موجودة في الفار. طالما عندك الأجهزة دي كلها وانت راجل خبير وقاعد ومستريح ومعلكش ضغوط وشفت حاجة غلط ارجع احسب دي، خلاص الحكم يعمل كده ويقول لهم الفار قال كده، خلاص مفيش بقى اروح انا اشوف وانا اقرر ونقعد نتناقش. الكلام مش هيتغير في موضوع الفار. اتمنى انه الاحداث اللي بتحصل دي تؤكد ان وجهة النظر دي صحيحة، الفار يبقى موجود لو استخدمناه اي خطأ يحصل. لو الفار شاف مدرب بيشتم يبلغ الحكم والحكم يطرده، لو الفار شاف لعيب مش حاطط شنكار يبلغ الحكم والحكم يقول له حط شنكار. شوف قد ايه حاجات بسيطه هو ده. وبعدين هو مش هياخد وقت، لانه بمجرد ما هيبلغه الحكم هينفذ، معناها انه مش هناخد وقت. وحشتك انت الايام دي يا كابتن سمير، عمال تقول لي ده كذا وده كذا. اه جميله كانت الصراحه، كانت ايام جميله. اه جميله. طيب نرجع تاني لطاقم التحكيم اخيرا يا كابتن، تفتكر ان طاقم التحكيم يستطيع ان هو يمر بالمباراه بكره؟ اه طبعا، في ظل وجود 80,000 متفرج والكلام ده كله. ده لازم يعمل مباراه كويسه عشان يثبت للناس اللي بيتفرجوا عليه في الاتحاد الافريقي انه يستاهل ومؤهل انه يلعب في امم افريقيا القادمه، كمان انه يروح كاس عالم. انت عارف يا كابتن الخطا البسيط دلوقتي في الماتشات المهمه ممكن تستبعدك من بطوله. احنا الحكم الجزائري لعب هنا في مباراه في دوري ابطال افريقيا وكان عنده خطا هو من غير قصده، تم استبعاده من كاس عالم الانديه ثم كاس عالم بتاع روسيا. فانت الخطا خلاص ما فيهوش هزار. ليه؟ لان الاتحاد الافريقي بيركز جدا دلوقتي مع الحكام، فانت مش مستحمل اخطاء، لان بيتدربوا على طول على مدار السنه حكام محترفه تماما، ما عندهمش وقت غير المباريات، فلازم يبقى في تركيز عالي. واتوقع ان شاء الله يعني ينجحوا بالمباراه، خاصه ما فيش برضو بكره تقنيه الفي ار، فخلاص هم بيلعبوا على القديم يعني، خلاص يعني هيبقوا مركزين في كل كوره يعني ان شاء الله. تتوقع النجاح بكره لهذا الطاقم في مباراته امام النادي الاهلي امام فيتا كلوب؟ باذن الله يا رب، اتمنى كده يا رب ينجحوا عشان تبقى في عداله في الملعب باذن الله. ما كلنا نتمنى، لكن انت لا هينجح ان شاء الله، هينجح. هو مش بيخاف على فكره، هو حكم جريء. وده اللي انا عايز اوصل له. لا مش بيخاف، ولا مش بيخاف ويا رب بكره ان شاء الله الناس. لكن لا مش بيخاف وان شاء الله يعني خلال 24 ساعه اللي جايين دول يبان والناس تفتكر ان احنا قلنا سليم يعني ان شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره، ونتمنى طبعا للطاقم يعني انا شخصيا اتمنى لهذا الطاقم ان يكون موفقا بكره. انا بشكرك جدا يا كابتن سمير، دايما بتمتعنا بوجودك معانا. ربنا يخليك كابتن اسلام، شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان. هطلع فاصل وهنبتدي بقى نروح لفقرتنا الثالثه النهارده وهي الفقره الفنيه. هنتكلم فنيا عن مباراه الاهلي مع فيتا كلوب. عندي ثلاثه من النجوم الكبار جدا، الكابتن فتحي نصير، الكابتن ماهر همام، كابتن عادل طعيمه. الثلاثة هنتكلم معاهم عن كيف سيلعب النادي الاهلي بكره. في كلمتين كده كريم احمد مراسلنا قالهم لو حضراتكم تتذكروا في بدايه لقائنا النهارده، اتكلم عن ان رامي ربيعه واحمد فتحي ممكن يكونوا موجودين، هل الكباتن هيكون لهم راي معين في وجود رامي ربيعه احمد فتحي؟ طبعا ده كل ده مجرد كلام، كل اللي احنا بنقوله ده ما هي الا مجرد توقعات، ممكن نلاقيهم الاثنين بره خالص بكره. احنا مش مديرين فنيين او الكباتن مش مدراء فنيين، لكن في النهايه بيقولوا توقعاتهم من وجهه نظرهم بكره. كلام كتير جدا من الناحيه الفنيه عن هذه المباراه. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كباتن الكبار، كابتن فتحي نصير، كابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر همام.